في سورة البقرة تسمى بآية الكرسي. سورة البقرة مششو آيات شأش يتسو سورة آيات الكرسي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأها في ليلة بغمبارم صلى الله عليه وسلم جئاش آياتر جشم يجام لم يزل عليه من الله حافظا حتى يصبح. يعني الله سبحانه وتعالى يحفظ هذا إلى الصباح. آلي حشوام قيخو منوز آياتر جشم يجام يجار بشا جزر قصف آلي حشوام قيخو منوز ولا يأتيه الشيطان إلى الصباح شيطاني بغدا حفنو أم بشا جزر قمساو